مشاهدينا سريعا جدا نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه وكمان في الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ مرحلة تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، وأكد مكتب التنسيق أنه تيسيراً على الطلاب هيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكمان طلاب المرحلتين الأولى والثانية اللي لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة 10%، وده وفقاً للطاقة الاستيعابية. النهاردة هيحيي المايسترو الكبير سليم سحاب احتفالية نقابة الصحفيين اللي بتنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش تحت عنوان مئوية فنان الشعب، ويقود المايسترو كورال أبناء مصر في 8 مساء. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراتين مهمين في البطولات الإفريقية. المباراة الأولى تجمع بين الجيش الرواندي وبيراميدز في إطار مباريات دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الساعة 4 العصر. المباراة الثانية هتجمع بين سنجيدا فونتن جيت التنزاني وفيوتشر في الدور 32 من الكونفدرالية الإفريقية في نفس الميعاد 4 العصر. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراتين في إطار الجولة الخامسة من عمر المسابقة. يلتقي بيرنموث مع تشيلسي الساعة 4، الساعة 6:30 يلتقي أرسنال مع إيفرتون.